العيد والناس وكورونا ودور الفن في التوعية. كيف تفاعلت الفنون في التعامل مع كورونا خلال أيام العيد؟ هل لعب الفن دورا في مواجهة كورونا عبر التوعية والتباعد الاجتماعي؟ وما هو دور الفنان في تقاسم هموم المجتمع ومحنه؟ أهلا بكم. في ظل الوضع القاسي الذي يعيشه اليمنيون وبعد أن أكمل فيروس كورونا حلقة المتاعب وبات يشكل تهديدا لحياتهم، انطلق عدد من الفنانين لإنتاج أعمال توعوية بقالب فني تحث الناس على اتخاذ إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي واجتناب الزيارات العائلية خصوصا في أيام عيد رمضان المبارك والدعوة للبقاء في المنازل. فما تأثير هذه الأعمال على وعي الناس؟ وهل فعلا تفعل الأغنية أحيانا ما لا تفعله كل النصائح الطبية؟ والأهم من كل ذلك، هل احتفظ اليمنيون بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي خلال أيام العيد؟ لا تلومونا فيروس كورونا، ممنوع تزورونا حتى ولو عيد، حتى ولو عيد. قيل إن الفنون هي أبرز وسائل الشعوب في التواصل، وطالما كان الفن أحد أدوات النصر وأشد الأسلحة فتكاً. ولا سلام يا خال، هذا وباء قتال ما يعترف بالعيد. في هذه اللحظة من عمر البلاد يوشك وباء كورونا أن يهدم ما تبقى من صلابة اليمنيين وقوتهم في مواجهة محنهم ومآسيهم وما أكثرها. لا تختلط بالناس وقاعدك حساس، لا بأس عليك لا بأس، ريح بهذا العيد. اتجه عدد من الفنانين إلى التوعية بمخاطر فيروس كورونا خصوصا في أيام العيد، هذه المناسبة التي يكثف فيها اليمنيون طقوس الزيارات والمعايدات الأسرية. فكانت هذه الوصلات الفنية رسائل توعية أكثر سهولة وأبلغ وصولا للناس. لا نجيكم لا تجونا يا حبايب اعذرونا، مش بخاطر نفهمونا والسبب فيروس كورونا، والسبب فيروس كورونا. محاولة لرفع مستوى الوعي بين الناس من خلال مقاطع فردية وجماعية تحمل في مضمونها واحدة من أسمى رسائل الفن الإنسانية والقيمية تجاه المجتمع. لا تصافح كوني متعلم وناصح، والتزم يا صاحبي غسل اليدين، أنت كافح وانت كافح وانت كافح، المرض لو جاء تبكي كل عين. بالموسيقى والأعمال الفنية باختلافها تحول الفن إلى سلاح في المعركة ضد كورونا، يمضي جنبا إلى جنب مع التثقيف الصحي والإرشادات الطبية والفعاليات التي تمارس بهدف رفع مستوى الوعي بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء. تفاعل الفنان مع الأزمة في وطنه تؤكد أنه يمضي بمحيطه الاجتماعي بنفس المركب، وربما حقق بالفن ما لم يحققه غيره، ولما لا؟ السلامة خير من كل المصالح، التزم بيتك وشوف الناس، وإلا وعد إنك عتبقى شخص صالح، كون وافي لإني وعد الحر. إذا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة من برنامج المساء اليمني، وأبدأ النقاش مع ضيفتي من لندن عبر سكايب فاطمة البيتي صانعة محتوى. أهلا بك أستاذة فاطمة، عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب وفي أمان، أهم حاجة. إن شاء الله. أستاذة فاطمة، تابعتي وتتابع ونتابع جميعنا الوضع في اليمن مع تزايد عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، للأسف يعني يحصد تقريبا وفق ما نتابع
مش بشكل رسمي، يعني وفق ما ينشره الناس للأسف المئات اليوم من أرواح اليمنيين. كيف تتابعين هذه التطورات بداية وتعليقك عليها؟ والله هذا شيء طبعا مؤسف، والمؤسف أكثر أنه لسه الشعب ما عندوش التوعية الكافية بخطورة كورونا فيروس، وأنا أتوقع هذا الشيء لأنه اليمن عدت على ظروف صعبة وقد لها 5 سنين تقريبا، فإنه يستحمل مصيبة ثانية فأعتقد أنها جت قوية على الشعب اليمني، فعشان كذا لسه ما استوعبش الخطورة. بس الحمد لله بدأنا نشوف تحسن من بداية الأزمة من ناحية التوعية، بس من ناحية الأرقام إن شاء الله بنرجع نشوف تحسن في المستقبل القريب، وهذا الله أعلم. التوعية، إيش الفرق بين التوعية والوعي؟ هل أنت بتقصدي نفس الموضوع يعني؟ أو أنه التوعية المفروض اللي تصل للناس، اللي المفروض تقوم بها الجهات الرسمية، فئات المجتمع المختلفة؟ الاثنين، الوعي الشخصي للمجتمع اليمني أكيد على مستوى الأفراد وعلى مستوى العوائل والمجتمع بشكل عام، وفي كمان التوعية اللي مش بس البلد هي مسؤولة عنه، كمان الأفراد أو زي ما يعني ذكرت والفنانين اللي بيستخدموا منصاتهم عشان ينشروا هذه التوعية ويكونوا جزء من التغيير. طيب ما أنك دخلتي في الموضوع مباشرة للفنانين ومشاهير السوشيال ميديا، ما هي المسؤولية الاجتماعية عليهم؟ يعني للتوعية، ربما يعني حث الناس على الالتزام بالتعليمات التي ربما تعمل على الحد من الإصابة والوقاية من هذا الوباء. الحلو في الفن إنه يوصل قلوب الناس بسرعة، وكمان يعني كثير من الفنانين والأشخاص المشهورين في السوشيال ميديا بيستخدموا لغة الشعب، وهذا الشيء بيوصل أسرع باعتقادي من حتى الحكومات أو الأشخاص في المناصب اللي هو على مستوى الدولة، فبتوصل أسرع. وكمان يعني خلال السوشيال ميديا في علاقة كويسة بين الفنان وبين متابعينه، فالرسالة طبعا توصل بطريقة أسرع، وكمان الفنان نفسه ممكن أنه يستخدم منصته بطريقة إيجابية. فمن ناحيتي أنا أشوف أنه كفنان عنده مسؤولية اجتماعية كبيرة، أنه يعني يستخدم الفن بأنه يوصل فكرته، بس كمان عليه مسؤولية أنه يوصلها بطريقة جميلة. يعني لاحظنا كمان أنه كثير من الناس اللي هم خارج اليمن للأسف ممكن تقول يتعصبوا لما يشوفوا أنه الشعب ما يتجاوبش بسرعة مع تعليمات الوقاية وكذا، فلازم نهدأ شوية. يعني نعرف انه هذول الناس فعلا بتمر عليهم ظروف صعبه، فنحاول نحن نبسط الامور ونكون يعني نستحمل شويه ونوصلهم الفكره بطريقه بسيطه جدا وبكل هدوء، والناس طيب ان شاء الله تتجاوب. ممكن اللي هم موجودين في خارج اليمن بيتعصبوا لانه هم عايشين في مجتمعات حدث فيها انتشار كورونا، وشافوا كيف الدول تعاملت، وكيف انه هذه الدول انظمتها الصحيه قوية ولديها الكثير من الأدوات ربما التي من خلالها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والصحية التي تخدم بها مجتمعها، ومع ذلك حصلت أزمة. فلذلك هم يقول لك نحن بلدنا ما في شيء، فالمطلوب من الناس أنهم يكونوا أسرع استجابة. لكن أشرتي أنت للنقطة أنه هناك ظروف صعبة وأنه لازم نهدى وننتظر، لكن كورونا ما بينتظرش أستاذة. مش حكاية إن إحنا ننتظر، نحاول نتعامل مع الموضوع بطريقة أهدأ. يعني أنا ممكن أوصل لك معلومة وأنا أعصب وأصيح، وكمان أوصل لك نفس المعلومة وأنا بكل هدوء، يعني أحاول إن أنا أشرح لك، أجيب لك أمثلة، مثلا أقول لك أوكي بريطانيا عانت، انتشر الكورونا بطريقة مسرعة جدا، في ضغط على الكادر الطبي، فكيف ممكن تتخيل إن الموضوع ممكن يكون داخل اليمن؟ وفي كمان معاك شريحة كبيرة من المجتمع اللي تقول لك لا أنا مؤمن بالقضاء والقدر، وإذا كان مكتوب لي بحصل المرض. فأنا ممكن أبسط له برضو الموضوع، أقول له طيب أوكي اعتبر أنه الكورونا سيارة ماشية بسرعة، هل أنت وأنت ماشي من يعني تشتي تقزع الشارع توقف كذا في النص وتقول خلاص بشوف إذا بتصدم لي ولا لا، ولا بتشوف يمين ويسار قبل ما تقطع الشارع؟ فحاول أوصل له الفكرة بطريقة مبسطة بحيث أنه هو يستوعب، هو يأخذ الإجراءات المناسبة من نفسه من غير ما واحد يغصب عليه حاجة. طيب فاطمة أنا برجع لك وشك تفكري لي في موضوع
ايش الظروف الاخرى اللي بتخلي الناس ربما صح وصلتهم الرساله لكن ما بيقدروش يلتزموا اجراءات الوقايه؟ ارحب بضيفي من صنعاء الفنان عبد الرحمن السماوي. اهلا بك استاذ عبد الرحمن. يا مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. عيدك مبارك وكل عام وانت بخير عبد الرحمن. وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. ايش رايك كذا نبدا انا وانت المداخله، الشيك تغني للعيد وكورونا مع بعض؟ الاغنيه اللي نشرناها يعني شوف نحن بندلع كورونا نغني لها يعني. ها ايوه نغني لها، نقول لها رجاء الشعب هذا ما عاد يستحمل، لا تجيش عندنا يعني الكورونا هذا. تفضل عبد الرحمن. اصبر على الايام وابعد عن الارحام، وقول لهم ذا العام الغوا سلام العيد، الغوا سلام العيد. ارسل لي احبابك ولك واصحابك، وغلق ابوابك، ما فيش خروج في العيد، ما فيش خروج في العيد. أنا السنة يا عيد صديقك يضحك لك، عن بعد أشير لك، ولو ضرب قلت مش وقت يا أخي عيد، خليك بعيد في العيد. أنا السنة يا عيد، أنا السنة يا عيد. لا تلومونا فيروس كورونا، ممنوع تزورونا حتى ولو عيد، حتى ولو عيد. أنا السنة يا عيد، أنا السنة يا عيد. مش وقت يجي وتعال ولا سلام يا خال، هذا وباء قتال ما يعترف بالعيد. أنا السنة يا عيد، أنا السنة يا عيد. أشير لجيرانك وأهلك وإخوانك، واجلس في ديوانك حتى ولو عيد، حتى ولو عيد. ما فيش سلام يا أصحاب أو دقدق إلا الباب، يكفي ألو يا أحباب أو تهنئ بالعيد. أنا السنة يا عيد، أنا السنة يا عيد. في ما حدا يزعل في العيد أو يفشل، لابد نتقبل ونام يوم العيد، ونام يوم العيد. أنا السنة يا عيد، ما فيش خروج في العيد. الله عليك يا عبد الرحمن، أنا كنت أتوقع يعني تغني لي 10 ثواني 15 ثانية، لكن يبدو أنك مهتم بهذا الموضوع وغنيت يعني قصيدة كاملة ربما على لحن الأغنية العيدية الشهيرة أنا السنة يا عيد. عبد الرحمن، هل الناس استجابوا لما قلت في هذه الأغنية؟ هل استمعوك؟ هل ظلوا في البيت أم خرجوا؟ لا للأمانة شفنا ناس كثير يعني، أنا رحت صليت خارج الجامع وبعدين شفت الناس كلهم بالكمامات بالكفوف، وكل الناس بيمشوا سلام تحية سلام تحية يعني التزموا ما شاء الله، ما شفتش ناس يعني زي ما تقول انه كانوا يكلموا او العادات والتقاليد حق كل عيد، لكن هذه المرة للأمانة كل الناس بسلام تحية وكل واحد روح بيته. بس خرجتم رحتم الجامع صليتم في تجمعات؟ بس تباعد، كان 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 تباعد تباعد تباعد. يعني هذه انه كان تباعد بين الشخص بين الشخص والشخص يعني مثل او كذا. طيب في المجتمع اليمني الى اي حد الفن مهم في التوعيه عبد الرحمن برايك؟ مهم جدا الفن، مهم جدا للتوعيه والاعلام بالذات يعني، لانه هذا الفيروس قاتل، ويعني لما تشوف الانسان مشهور مثلا
وتشوفه ملتزم بالاجراءات الوقائيه وكذا، يقول ها اذا هذا الشخص ملتزم، ليش موضوع مثله؟ اذا خلاص هذا معروف يعني مع الناس وكذا. فهو مهم جدا يعني 100% ضروري يكون الاعلام موجود، له دور كبير جدا. طيب برايك يعني ايش الوسائل او الادوات اللي ممكن تخلي الناس ياخذوا الموضوع هذا بجديه ويلتزموا فيه؟ يعني ايش المطلوب توفره؟ ايش الاشياء او الظروف اللي ممكن تخلي فعلا الناس يلتزموا؟ يعني لانه في وضع اليمن، في وضع الحرب عبد الرحمن، الناس بيقول لك انتم رفاهيه انكم تطلبوا الناس يجلسوا في البيت وما يخرجوش، ما يروحوش اعمالهم. اها يعني الالتزام أقل حاجة بالتمامات والكفوف، هذا لأنه وضعنا صعب جدا في اليمن. يعني أغلب الأشخاص بصلهم دخل يومي ما يستطيع إنه يجلس مثلا في البيت أو كذا، إذا خلاص معك التعقيم ولبس الكمامات والكفوف والتزام بالإجراءات الوقائية كاملة تخفف حتى من المرض بأقل يعني خسارة. هذا هو رأي المجتمع اليمني أنا أقول كافة، لأنه قلت لك المجتمع دخله يعني وقت الحرب وكذا، ولا الدخل صعب جدا يعني ما يقدر الشخص يجلس في بيته لانه دخله باليومي. صحيح. طيب عبد الرحمن، كلمه اخيره ربما، الى اي حد يعني وفق ما نسمع من اخبار بشكل غير رسمي عن تزايد حالات الاصابه في صنعاء، الى اي حد هناك حاله خوف؟ كيف أثرت هذه الحالة ربما على مدى التزام الناس بالإجراءات التباعد الاجتماعي وما إلى ذلك للحد من الإصابات؟ كيف يا أخي؟ في صنعاء الآن هناك المئات من الحالات تعلم بشكل غير رسمي، كيف انعكست هذه تزايد الحالات على مستوى الخوف لدى الناس والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية؟ والله الناس صراحة متجاوبين في الموضوع يعني، فالكل أغلب الناس عايدوا داخل البيوت، وبالإجراءات الوقائية، وإن شاء الله أنا أقول كلمة أخيرة، التزم في بيتك أحسن مما تكون ميت في قبر يعني وعائلتك تحزن عليك. فأتمنى من الجميع الالتزام في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة فقط. شكرا جزيلا. وأسأل من الله القدير أن يجنبنا ويجنب اليمن وإلاة الوباء هذا، ويرفع عننا البلاء والوباء، إنه على كل شيء قدير. وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. الفنان عبد الرحمن السماوي كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. ومن أمستردام في هولندا أرحب بالإعلامي عبد الله الحرازي ضيفنا عبر سكايب. أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بألف خير، وهذه المرة نعنيها بألف خير إن شاء الله أنتم ومشاهدي قلقيس وكل الزملاء في معك في الاستوديو وفي القناة بشكل عام. وأنت عيدك مبارك أستاذ عبد الله. من خلال متابعتك للشأن العام وتطورات الآن مع انتشار كورونا في اليمن، هل ترى أن الفنانين والمؤثرين على السوشيال ميديا كان لهم دور إيجابي في التوعية؟ دون شك، حقيقة كلنا توقعنا في الخواتم، يعني منذ الخواتم، أنه العيد سيكون مناسبة جدا يعني كبيرة للانتشار وحدوث انفجار في هذا الوباء لا قدر الله. لهذا أنا وغيري يعني دعونا منذ بداية الانتشار في العشر الأواخر إلى أن يقوم الجميع بدورهم في التوعية، بما في ذلك الفنانين والمشاهير ومن يجتمع الناس عليهم. أخي العزيز، تعرف أنه السياسة ربما فرقت الناس يعني خلال السنوات الأخيرة، لكن ظل الفن وكذلك إلى حد ما الرياضة هي المجالات التي تجمع الناس فيها، ويمكن من خلال رموزها والمشتركين فيها أن يجد يعني ما يطرحونه قبول وصدى لدى الشارع العام. هذا كان لدور الفنانين والمشاهير والمؤثرين في مجالات السوشيال ميديا وسواها، دور جميل في التوعية. إضافة إلى أنه كما تفضلتم وأنا استمعت لنتاج الحلقة مع
الأخت من لندن عن مسألة التوعية اللي كان فيها الشباب على مواقف التواصل الاجتماعي وحالات حتى فقدان الأعصاب اليمنيين الذين هم خارج اليمن والذين مرت عليهم الجائحة وعايشوا مرحلة انفجار الوباء في عدد من البلدان زائد حالة، فكانت أعصابهم مشدودة خوفا من تكرار ما يحدث في اليمن نتيجة ما يعانيه أيضا من ضعف في بنيته التحتية في المجال الصحي، وكذلك في مسألة التوعية. إذا كانت بلدان مثل إيطاليا و يعني عدد آخر من البلدان سهلت فيها المجتمعات وحصلت فيها النسبة الكبيرة، ف بعد أولى أن المجتمع المدني سيقع في ذات المطاف، لكن لله الحمد يعني دائما الشعب اليمني هو شعب فاجئ وعي وفاجئ في مسألة إنه شعب سريع الانتقاد، الله السلام. إن شاء الله. أعود للأستاذة فاطمة، كنت طرحت لك محور سؤال أنه الفن ربما ومؤثر السوشيال ميديا، قلتي بسلاسة تصل رسائلهم إلى الناس، لكن في ظل الوضع الحالي للبلد الآن، ما هي الظروف المتوفرة أو الممكنة التي يمكن أن تساعد الناس للالتزام والاستجابة للتوعية المطروحة الآن؟ كل واحد أنا أعتقد على مستوى الفرد إذا فعلا حط الموضوع بباله وبطريقة جدية حيلاقي الحلول. زي ما ذكرت في بداية الحلقة إنه أساسا البلد نفسها مش مستحملة، وإذا خرجنا الحكومات وأصحاب القرار من الموضوع فالمسؤولية تقع على الفرد. فأنا كفرد حتى لو إمكانياتي المادية جدا بسيطة، زي ما ذكروا الإخوة الكرام إنه ممكن بالتباعد الاجتماعي يكون عملت أحد الواجبات اللي عليا، ممكن أن أنا حتى أصنع كمامة من قطعة قماش موجودة عندي في البيت، هذا أنا أخذت مسؤولية نفسي وكمان أخذت مسؤولية غيري وحميته. وكمان مثلا المناعة، يعني ممكن بأشياء بسيطة بالبيت ممكن أنك تبني مناعتك. فالحاجات البسيطة هذه ممكن تبان أنها بسيطة جدا ولكن تعمل فرق كبير. فهنا ما فيش أي عذر إنه الواحد ما يلتزمش بهذه التعليمات، ونسأل الله يعني إنه إن شاء الله يعني يحمينا كلنا، بس لازم نفكر لنفسنا يعني في هذه الظروف. طيب هذا بالنسبة لي كشخصنا، لكن أيوة. في ظروف أخرى، يعني في واحد مثلا يعني الناس بتقول لك ممنوع الزيارات، مش ضروري نلتقي، خلينا نتواصل، كيف ممكن أتعامل مع الآخر هذا اللي هو ربما مش مستهتر بيقلل بصر. من الموضوع؟ أيوة لازم الواحد يكون صارم للأسف، يعني حتى لو زعل في وقتها أنا متأكدة إذا عنده معزة لك أكيد بيسامحك وبيستوعب يوما ما أنه أنت هذا بتقوله لمصلحته. ولكن للأسف طبعا إحنا كمان يعني شعب مضياف زي ما يقولوا، ما نقدرش أبدا نرد لا القريب ولا الغريب، ولكن هنا لازم 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 يعني نكون صارمين، فيعني عشان سلامة الكل حتى لو مش عاجبك لازم الواحد يكون صارم. طيب أعود لسيد عبد الحرازي، بالتأكيد أنه لك تواصل مع الأهل في الداخل والأصدقاء، هل التزموا؟ هل لزموا بيوتهم؟ هل قلت الزيارات؟ بقدر المستطاع وبعد ضغط شديد، يعني كنت كما تفضلت الأخت نحن شعب مضياف، يعني يأتيك ليس فقط الأصدقاء والأقارب من المدينة ذاتها لكن حتى يأتي من مدن أخرى، وهؤلاء تحديدا صعب أنك ترد الناس عندما يأتيك زوار من القرية ومن مدن أخرى بعيدة، أقارب ومراجعين في صنعاء وطلاب لديهم، يعني تعرفون مثل هذه التفاصيل. لكن ما أريد قوله هو أن كورونا هو صار مناسبة في العالم لتغيير كثير من العادات، ويطرح اليوم أن العالم بعد كورونا ليس هو ذات العالم قبل كورونا، ستتغير إجراءات كثيرة يعني في مجالات السفر والتنقل والعادات الاجتماعية. نحن هنا في هولندا نعيش في بلد لم تصل الإجراءات فيه إلى حد الإغلاق التام أو الحظر، ولكن كانت المسألة التزام ذاتي، الحكومة خيرت الناس أنه
لديكم هذه الإجراءات 1 2 3 اللي هي التباعد، ويمنع التنقل بالسيارة لأكثر من شخصين، متر ونصف. يعني أصبحت هناك عبارة الآن تردد وهي مجتمع المتر والنصف، فكثير من العادات تغيرت لدى العالم أجمع، ونحن في اليمن يجب أن نكون من ضمن هؤلاء، لسنا بدعا بين الأمم. ما هو اليوم صعب، سيصل إلى الناس إلى القناعة، وللأسف الشديد هناك طريقة قاسية في تغيير قناعات الناس، وهي ما نراها يعني من جنائز ومقابر تترى. يعني ندخل إلى مواقع التواصل الاجتماعي طوال اليوم ونحن نقوم بالتعزية للأصدقاء بأقربائهم، وبعض الأصدقاء حتى فقدناهم رحمهم الله جميعا. وبالتالي هذه الصدمات تصنع للناس الوعي قصرا، يعني المسألة لم تعد اختيارية، فالأمور ستتغير شئنا أم أبينا، لأن المسألة أصبحت مسألة حياة أو موت، ليست ترف وليست برستيج وليست مسألة توعية فيها أخذ ورد. الموضوع فيه بقاء، يعني إما أن نظل أو لا نظل، أن نكون أو لا نكون كما يقال يعني. طيب أستاذة فاطمة، إذا ربما يعني ونحن نتفائل، لكن نحن مقدمين على أيام سوداء. يعني إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي انعكاس للواقع الحاصل، ربما اليوم التعازي تكتب أكثر من أي أمور أخرى، منشورة وبوستة التعازي هي الأكثر ربما أو العام. لكن سؤالي لك الآن حول أنه ما زال للأسف حتى الآن البعض يأخذ الأمور باستهتار وتحدي، ربما يقول لك قضاء وقدر وكل واحد بيحصل على اللي مكتوب له. يعني كيف يمكن إقناع هذه العينة من المجتمع وهؤلاء الناس؟ زي ما ذكرت في البداية، تقريب الفكرة للأشخاص اللي لسه عندهم هذا النوع من الفكر، وطبعاً التذكير بالأخذ بالأسباب. يعني إذا أنت بتمسك خط الدين، أنا كمان بمسك معك خط الدين، وكمان برضو نجيب لهم يعني أمثلة من أيام الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما كان حصل الطاعون وأمر الصحابة والمسلمين أنهم يجلسوا في بيوتهم. فأشياء زي كذا يعني ممكن أنك تأخذ وتعطي معاه عشان تقنعه. وزي ما ذكرت مثلا موقف السيارة، أنه خلاص الكورونا اعتبرها سيارة مسرعة، ما بتجيش أنت توقف في نص الشارع، لازم تحاول أنك تبعد أو يعني تأخذ الاحتياطات، شوف يمين وشمال قبل ما تقزع من الشارع. فحاول أنك تتكلم بلغته، هو أكيد بيجي هذا الشخص اللي يتحداك من قلة التوعية، فأنت ممكن تقول كذا انزل لمستواها الفكري لمصلحته. شكرا جزيلا لك فاطمة البيتي، صانعة محتوى، كنت معنا عبر سكايب من لندن. شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا الليلة في المساء اليمني. شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. شكرا. أعود للأستاذ عبد الله الحرازي. أستاذ عبد الله الحرازي، ممكن الناس يلتزموا ويغيروا من عاداتهم تقاليدهم إلى حد ما، لكن في لحظة من اللحظات أنه حصل وفاة يقول لك لا، يعني لازم نروح نعزي، لازم نحضر مراسم الدفن. يعني عاد في أشياء الناس مش راضين يلتزموا فيها، مش راضين. نعم، رأينا صور ولقطات فيديو عجيبة، لكن يعني ليس لدينا إلا الاستمرار في التوعية، وأن ندعو الله للجميع بالسلامة، وأن نعامل اليمنيين بقدر طيبتهم. المسألة ليست تحدي، إنما لدى اليمنيين نوع من الحياة، ولديهم اعتزاز ببعض القيم، لديهم عاطفة شديدة، وبالتالي حين يتوفى قريب أو بعيد يعتقد أنه لن يتخلى عنه في لحظته الأخيرة، وهذا أيضا خطأ. لكن يعني التجربة القاسية هي من ستعلم الناس للأسف الشديد، من لم تقنعه المجابر ستكون مكابر للأسف. يعني هذه حقيقة واقعة، ولا نستطيع إلا أن نستمر في التوعية. وهنالك كما قيل في التراث الإسلامي، كفى بالموت واعظا. إذا كان الحديث غير مقنع فعلينا التلفت حولنا ورؤية ما الذي يحدث بين الحارات الأخرى في المدن الأخرى. في يعني كنا نخشى، من ضمن ما نخشى هو أن يتم الانتقال إلى الريف في هذا العيد، فمن يعملون في المدن إلى أسرهم في الريف، وبالتالي يعني الريف الذي لا يزال إلى حد ما محميا من الاكتساح الذي تشهده عادة
وللأمانة سمعت أن كثيرين حتى فضلوا قضاء العيد في الأماكن التي يعملون فيها وعدم الانتقال إلى قراهم، لكن هذا لا يعني أن الحركة توقفت، هنالك ألف طريقة وطريقة للانتقال. هذا الفيروس الذي قدم من الصين وضرب نقطة في أوروبا ثم في أمريكا اللاتينية، نقاط متباعدة على وجه الخريطة والكرة الأرضية، بالتالي لن تكون القرى والأرياف اليمنية في المحسن. هي مسألة وقت، مسألة وقت، ونريد أن نكون لأهلنا في اليمن القرية والمنطقة والحارة التي لم يصلها الوباء، المسألة مسألة وقت. احمدوا الله على السلامة حتى الآن واستمروا بالإجراءات، والعالم كله يتخذ نفس الإجراءات، الدول المتقدمة مثل الدول التي انهارت كحالنا في اليمن. المنظومات الطبية المتقدمة والمتطورة أصبحت في هذه اللحظة على قدم المساواة مع من ليس لديهم أيضا منظومات طبية ومستشفيات. الخبر الجيد أن 80% من يصاب ينجون فقط البقاء في المنزل ورفع مناعتهم، عزلهم عن بقية أهل المنزل. لدينا في اليمن لبس كبير، أن من أصيب بالفيروس فقد انتهى، يعني محكوم بالإعدام هو وربما يعني أسرته ومن حوله، وهذا خطأ كبير. 80% من الحالات هي مثل حالة الزكام تماما، 20% ال 20% المتبقية، 15% منها يحتاج إلى الدخول إلى المستشفيات لعناية طبية، و5% هو من يصلون إلى مرحلة الخطر والاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعي. وهؤلاء عادة يكونوا إما كبار السن أو من لديهم أمراض مزمنة ولديهم مناعة، كالمرضى بالقلب والضغط، وحتى طيب الأطفال الذين يعانون أمراض يعني تضعف مناعتهم. طيب تبقى معنا أستاذ عبد الحرازي، وأرحب بضيفنا الفنان حسين محب من القاهرة. أهلا بك حسين. أسعد الله مساك أستاذ سامي وضيفك الكريم، وكل عام وأنتم بخير من العايدين السالمين إن شاء الله. ينعاد علينا العيد هذا في حال أفضل من ما احنا فيه إن شاء الله. عيدك مبارك وكل عام وأنتم بخير حسين. كل عام وأنتم بخير أخي سامي. ربما كان حسين لك أكثر من مشاركة للتوعية في موضوع كورونا، في واحدة منها قلت ربما لو جاء المرض حتبكي كل عين. حتبكي كل عين، نعم نعم. كنا نقول لو، كنا نتمنى أنه ما يوصلش اليمن، لكن والله كنا نفرح، يعني رغم أن احنا يعني محظورين وداخل بيوتنا يعني متضايقين، وخارج بلادنا يعني، وكنا سعيدين لما كنا نسمع خبر أنه ما فيش حالات في اليمن، كنا سعيدين جدا يعني كان لما اعلنوا بحالات في اليمن كم جتنا يعني حاله يعني تعبتنا والله. طيب انت الان كيف بتتابع الاخبار وسرعه انتشار الوباء والاصابات في اليمن؟ والله حاليا ما فيش حاجه بتختفي اصلا، يعني الان العالم اصبح قريه صغيره، يعني كل حاجه تحصل هناك على طول تنتشر يعني في السوشيال ميديا يعني. طيب حسين انت شاركت في التوعيه كما ذكرتنا سابقا وقدمت اعمال للتوعيه، ادراكا منك لاهميه دور الفنان في هذه اللحظات. جدا يعني احنا ضروري نوقف يد واحده اعلاميين ومثقفين وفنانين الى جانب الجيش الابيض، الى جانب الاطباء، يعني هم الان دورهم الدور الفعال الكبير، يعني الدور الكبير لهم، فلذلك احنا ضروري نوقف معاهم في هذا النقطه اعلاميا وتوعويا. اتمنى بس يعني من المتلقي انه ياخذ الموضوع بعين الاعتبار، يعني ما لا يستهزئ بشيء قد يمكن يودي نفسه والناس الاخرين للتهلكه يعني. طيب حسين انت برايك كيف تشوف مستوى الاستجابه من الناس والتقبل لهذه الرسائل، في استهتار في تحدي؟ حسين محب كيف توصف تعامل اليمنيين مع كورونا خاصة اللي موجودين في الداخل؟ والله شوف الشعب اليمني بحد ذاته في داخله جينات وراثية، يعني شعب متحضر، ما هو الشعب
الجاهل او شعب متحضر يعني، وما بش خوف عليه يعني من هذا الجانب. يعني دائما تلقاهم يتخذوا الحيطة والحذر يعني، بس لا يمنع انه في ناس يعني يقول لك يا رجل بيجي الموت مرة واحدة، مش عارف انه انت ما بتضرش نفسك وحدك. يعني المشكلة لو قالك يعني الموضوع محصور عليك انت يعني سهل، يعني قالك بتحكم على نفسك. الموضوع يعني مش سهل لهالدرجة، وكأنك ماشي بسيارة في خط سريع وتعارض وعملت حادث كم وراك ناس ماتوا يعني بسببك. وهذا يعني الذي نتمناه، انه زي ما يقول لك المثل قال لك مخرب ألف غلب ألف عمار يعني. والذي نتمنى من المجتمع نفسه أنه يكافح نفسه بنفسه، يشوف حد غلط يوقفه عند حده. طيب حسين، يعني المفروض هو عيد، ولو كان مش كورونا احنا بنغني للعيد بس. الآن أنا لو طلبت منك أنك تغني لي الكورونا والعيد الآن أصبح الموضوع أنتجه الآن أكثر من يعني من أغنية، وأكثر من عمل خاصة على أغنية العيد الذي معروفة أضحك على الأيام. كل واحد عمل كلمات على كورونا وعمل أغنية. أنت إيش اللي يخطر في بالك الآن في هذه اللحظة؟ إيش اللي ممكن تغني؟ الذي ممكن أغنيه الآن يعني أنا ممكن أغني يعني الأغنية عيدية، يعني الموضوع ما فيه أنا ما غنيت أغنية مباشرة بحيث يعني وأذكر فيها كورونا ولا كذا ولا كذا، لا يعني، وإنما يعني تلميح من بعيد لا بعيد. في معنا أغاني ثانية الذي هي قلنا فيها لا تصافح، كون متعلم وناصح، والتزم يا صاحبي غسل اليدين، يعني أنت كافح وأنت كافح وأنت كافح، يعني بهذا الشكل. هذا عملناها صريحة يعني للمجتمع. طيب نزلت لك أنت أغنية عيدية في هذا العيد؟ نزلت لي نعم نزلت لي أغنية بعنوان مقصد العيد. تفضل يا حسين. ومقصد العيد يقول لك لاقدك بين الأحباب، هذا هو مقصد العيد. قال لاقدك بين الأحباب زارتك فرحة العيد، ولقد القلب سالي هذا هو مقصد العيد. لا تحمل شي نفسك الهموم الثقيلة، عيش فرحك بجدك ما في اليد حيلة. كيف عيد المسافر وروح قلبه عليله، ما سل القلب خاطر يومي فرق خليله. تسلم يا حسين. بنتقل بسؤال الأستاذ عبد الله وارجع واعود لك لتوجه الرسالة لكل محبيك وجمهورك العريض في اليمن. أستاذ عبد الله حرازي، سؤال أخير لك، واعذرني أننا طولنا شوية مع حسين. لا ما عليك حسين، حبيب الجميع، وكنت أتمنى أن أنا أستمر بالاستماع عليه ويسمعنا، يقدر الله لي بالعافية والسلامة. هو لنا عشان نرجع لحسين ونستمع لأغنية أخرى أيضا منه. أنا سأسألك سؤال وأتمنى الإجابة بشكل سريع عن هذا السؤال حتى نحافظ على ما تبقى من الوقت. أستاذ عبد الله، اليوم للأسف هناك ربما تقصير وقصور من قبل السلطات الموجودة داخل اليمن في المحافظات فيما يخص إعلان الأرقام والإحصائيات والإصابات وأيضا الإمكانيات. تعليق لك بسيط عن هذه النقطة. حقيقة السلطات التي تقصدها هي سلطات حرب، وهي معنية بأوضاع أخرى، آخر ما يعنيها هو الإنسان اليمني، وهذا الأمر معروف خلال 5 سنوات. أنا شخصيا لا أعول عليها بشيء، وربما من الجيد أن مواجهة هذا المرض تعتمد على الأفراد وعلى التزامهم الذاتي وعلى التزام المجتمع بالتباعد يعني بكل الإجراءات من تباعد وغسل اليدين والكف عن التجمعات، وهذا يعني هو الإجراء المتبع عالميا.
اما لو كان الامر منوطا بالسلطات فصدقني لم نكن نطلب منها شيء. وحينها عن السلطات للاسف الشديد نتحدث عن سلطات حرب، سواء ميليشيات في الجنوب او في الشمال، لا يعني لا اتوقع منهم شيء ولا انتظر منهم شيء ولا اثق بالارقام التي تصدر عنهم. حقيقه هذا موقفي الشخصي، وبالتالي حين نطالبهم بشفافيه نحن نطالبهم بكشف عوراتهم، نحن نطالبهم بكشف عوراتهم، هذا ما نريد. أشكرك جزيلا الإعلامي عبد الحرازي، كنت معنا من أمستردام في هولندا، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا ليلى. عود لحسين محب. حسين، وأنت تقول ربما يجب الإعلاميين والفنانين والمؤثرين أن يقفوا ويدعموا الجيش الأبيض، يعني أنا شعرت بالحزن على بلدي على اليمن. لماذا؟ لأنه في هذه العبارة عندما نسمعها وهذا الدور في بلد إمكانيات الصحية فيها متوفرة، فقط يبقى قليل من الدعم والاهتمام، لكن للأسف الجيش الأبيض في اليمن ربما لا يجدون الوجبات، وجبات الأكل، لا يوجد أي اهتمام، الأدوات الطبية المتوفرة لديهم. أنا مش هكش أتكلم لا في السياسة ولا في شيء، لكن كيف ممكن للناس إنه كيف ممكن للناس إن إحنا مراعاة للظروف الموجودة في البلد إنه يكون عندنا مسؤولية نحن كأفراد، ونحن عارفين إنه ما فيش عندنا أي إمكانيات، نحن مش زي العالم يعني. نعم صحيح، يعني المساندة بجانب الجيش الأبيض الذي هو الأطباء، يعني حاليا تحمل كل واحد تحمل مسؤولية، وأنت متحمل مسؤولية مثلا أسرتك وأهلك، فإذا تحملت مسؤوليتك وهذا تحمل مسؤوليته وهذا تحمل مسؤوليته، خففنا العبء على من؟ على الأطباء. يعني كان الحمل عليهم يعني بنخفف شوية من المعاناة، وأنه ندرك أصلا إحنا أصلا عارفين الشعب نفسه عارف أنه الإمكانيات يعني قليلة وبسيطة ومتواضعة، فلا نغامرش بأنفسنا ولا نرمي بأنفسنا إلى التهلكة. يعني كلنا مسؤول، كلنا مسؤول عن 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 هذه الجائحة. طيب حسين، قدر الله لنا العافية والسلامة، ايش رايك نسمعها؟ ها قلنا يقرب الله لي بالعافية والسلامة، وصل الحبيب الأغن ذاك الحبيب الذي حاز الحلا والوسامة، وكل معنى حزن ونسأل الله تعالى عودنا من تهامة، لا سبح صنع اليمن لأن صنعا سقاها الله بفيض الغمامة، منزل حوات كل فان بل بلا تسلم يا حسين، تسلم يا فنان العظيم على هذا الصوت والأداء. حسين، أنت بالتأكيد لك تواصل مع الأصدقاء والأهل في الداخل، يعني بتصلك الأخبار السيئة وأيضا بتتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث الآن، ما هي الرسالة التي تريد أن تقولها للناس؟ وهل تعتقد هذا التسارع في الأحداث والوفيات والإصابات قد يعدل لدى اليمني من سلوكه، من العادات والتقاليد اللي بعضها نحن شعب اجتماعي زيادة، هل هذه الأخبار ممكن تجعل الناس يعملوا مراجعات في سلوكهم وتصرفاتهم ويلتزموا أكثر؟ ورسالتك أنت كفنان لك جماهيريتك داخل البلد. والله رسالتي يعني بكل حب وود أنه يعني شوية نخلي العواطف على جنب ونستخدم العقل، يعني الله ليش ميز ابن آدم بالعقل لهذا الأشياء، ولا يعني مهم جدا أنه الواحد يحكم العقل فيها ويتجنب ويعني إيش أقول لك، ويحمد الله ويشكره أنه يعني الله بيلطف، يعني الله بيلطف يعني خاصة أمة الإسلام يعني بشكل عام، يعني الله لاطف بها. يعني شوف عدد الحالات الذي في دول أوروبا وأمريكا وغيرها، وشوف يعني مقارنة بها يعني رغم الإمكانيات البسيطة جدا في الوطن العربي بشكل عام،
لذلك لطف الله هو يعني بيحمينا، فاحنا ضروري يعني نكون قد المسؤوليه ونحرص على انفسنا ونحرص على اهلنا ونحرص على الاخرين، وهذه مسؤوليه الجميع، ليست مسؤوليه لا دوله ولا مسؤوليه يعني جهه معينه، هذه مسؤوليه الجميع. ايوه اكيد. طيب حسين انا ثقلت عليك، لكن هو خلاص وصلنا لختام الحلقه، نختم باغنيه كذا على ذوقك نختم فيها هذا اللقاء، وانا اشكر لك تجاوبك وتواجدك، وهذا ينوم عن روح المسؤوليه لديك كفنان ومؤثر. حفظك الله ورعاك، انا سعيد جدا اني شاركت معاكم في هذا البرنامج، وبقدر المستطاع بنحاول ان احنا نوصل رساله بحيث انه نسعد الناس في بيوتهم ونشاركهم في بيوتهم، خاصه في هذا في ظل هذه المناسبات التي الناس متعوده انها الذي يخرجوا البلاد والذي يتعايدوا والذي يجلسوا يعني ويخلقوا الثمر والاعراس في صنعاء، يعني حياتنا حياه اجتماعيه بحته. ف يعني بنستغل التطور التكنولوجي يعني مثل هذا التواصل الاجتماعي قرب البعيد، يعني الان ببرنامج وانا بين اشوف اهلي وناسي صوت وصوره، وهذا يعني واجبنا كفنانين وفئه فنيه من ناحيه خاصه الذي من ناحيه الغناء. يعني طيب حسين اختار لنا اغنيه يعني كذا تلامس مشاعر وجدان اليمنيين بذوقك. قال انا بتكلم في اغنيه جميله بسجلها قريب ان شاء الله بتنزل، في معنى الكلام انه الحب باقي والسلام تحيه، يعني احنا عندنا دائما كلمه انه السلام تحيه خلاص ما بيسلمش، فقلنا سلام سلام يا احباب من فؤادي، والقلب ما قد غير المبادئ حتى ولو ما تلاقت الايادي، الحب باقي والسلام تحيه، واجمل تحيه نسلم الاذيه. قال سلام 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 يا احباب من فؤادي، والقلب ما قد غير المبادئ حتى ولو ما تلاقت الايادي، الحب باقي والسلام تحيه، واجمل تحيه نسلم الاذيه، العيد فرحه داخل الاوادم، بس الوباء هذا خطير هادم، من قبل ما يبقى الجميع نادم، الحب باقي والسلام تحيه، واجمل تحيه نسلم الاذيه. شكرا شكرا حسين، الفنان اليمني الكبير والنجم حسين محب، شكرا لمشاركتك معنا الليله في المساء اليمني، وشكرا على كل الرسائل التي قدمتها، وايضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقه من المساء اليمني، وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى حسين في ظروف افضل في اليمن.